خالهم هذول بيتخانقوا خانقوا طبعا بيحركوا وهذا نوع من التهديد تحريك الراس بهذا الشكل للامام والوسط هي نوع من التهديد كل واحد يفرجي حاله لما يكبر بتغير لونه طبعا شوف هذي شوف فايتين إجوانا فايتين هذول خانوا هذا كراسه تهديد كان عنده عضه حول عضه حول عضه هذا هو الكومن إيجوانا 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 هذه حيوانات دبي كومن إيجوانا